شهر محرم الذي تبتدئ به السنة الهجرية يميزه صلى الله عليه وسلم على غيره، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في هذا الشهر الحرام. ولقد خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء بالصوم والفضيلة دون غيره من الأيام. ففي الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى المدينة مهاجرا رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عليه الصلاة والسلام عن سبب صيامهم وتعظيمهم لهذا اليوم، فقالوا: إنه يوم أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يخالف اليهود ألا يتفق ما يدعو إليه من شريعة مع ما عليه اليهود من شريعة. فكان عليه الصلاة والسلام يقول بعدها: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فأمر صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم، وذلك أن يصوم المرء يوم عاشوراء وأن يصوم يوما قبله أو يصوم معه يوما بعده. وهذا اليوم العظيم، أعني يوم عاشوراء، هو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وقومه من بني إسرائيل. وصف الله تعالى حاله فقال جل وعلا: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وبين الله جل وعلا مآله في حاله يوم القيامة وما يقع عليه من عذاب. كل هذا النصر أيها المسلمون للحق وأهله بعدما جعل موسى عليه السلام ينتظره 40 سنة منذ أن بعث موسى إلى فرعون حتى وقع النصر لموسى عليه السلام. مر 40 سنة وموسى عليه السلام ينتظر هذا المنظر، هذا النصر العظيم وقع في يوم عاشوراء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. نحن الذين نؤمن بموسى الإيمان الحقيقي، لأننا نؤمن أنه عبد لله ورسول، وقد أثبت لله ما يليق بربنا من أسماء وصفات، لم يقع في شرك ولم يقع في بدعة. نحن أحق بموسى منكم. فأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه، نحن نصومه شكرا لله تعالى أن أنجى الموحدين من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. قال: نحن أحق بموسى منكم. وقد ذكر القرطبي رحمه الله أن يوم عاشوراء أيضا هو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه نوحا عليه السلام من قومه، وأنه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح عليه السلام على الجودي. قال أيضا: كان هذا في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصومه، وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأحتسب عند الله تعالى أن يكفر السنة الماضية، أن يكفر السنة الماضية. فالله الله أيها المسلمون بصيامه، وأن يعود المرء نفسه على ذلك، وأن يأمر أولاده بهذا. فإن استطعت أن تصوم يوما قبله معه التاسع والعاشر فهذا حسن، وإن لم تستطع فصم العاشر والحادي عشر، فإن لم تستطع هذا ولا ذاك فصم على الأقل يوم العاشر، يكتب عند الله تعالى لك جزاؤك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وننصر الله تعالى دينه ويعز شريعته. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.